بناء على تفويض من الفريق أول مع الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية. قام سعادة الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية والسيد ويليام جروس مفوض شرطة بوسطن بالتوقيع على مذكرة تفاهم تركز على التعاون وتبادل الخبرات في مجال الأدلة الجنائية بين وزارة الداخلية بمملكة البحرين وشرطة بوسطن، وذلك في إطار ما يجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات متميزة وحرص مشترك على تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية. وتشمل مذكرة التفاهم بجانب مجال الأدلة الجنائية التعاون بشأن مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود، فضلا عن تبادل أفضل التجارب والممارسات وتوفير التدريب وتنمية القدرات وتبادل المعلومات. وبهذه المناسبة أشاد سعادة السفير بالشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في إطار الالتزام المشترك بحفظ الأمن والسلم الدوليين، منوها إلى أهمية العمل على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق الأمني وتبادل الخبرات بما يواكب المستجدات ويسهم في تنمية القدرات وزيادة الفعالية للأجهزة الأمنية في مواجهة التحديات. وأكد سعادته أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس حرص البلدين الصديقين على المضي قدما في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الأمنية والمساهمة في مكافحة الجرائم بكافة أشكالها. حضر توقيع مذكرة التفاهم النقيب حمد خليل المير الملحق الأمني بسفارة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.